في مصر. هذا الكتاب هو الثلاثون. لم تحتفل مصر بأي كتاب من 29 السابقين، وليس مطلوب منها ذلك. مصر لها فضل إنها مش علمتني بس. عندما تتحدثون عن سيد علي، فسيد علي الباحث المصري، الأستاذ المصري. مصر لن تفعل كل شيء. كفى لمصر إنها أنجبتني، علمتني، ومن حقي أرد لها هذا الاعتبار في جميع بلدان العالم العربي، ولا أطلب منها أكثر من ذلك. ده بس ردا لماذا يحتفى به خارج مصر أكثر من داخل مصر. ده كان سؤال واضح يعني، ولكن لا أطلب من مصر أكثر من ذلك. مجرد إن أنا هي أدتني كتير، فمن حقي بقى أنا أرد لها صورة كيف يكون الأستاذ الجامعي المصري خارج مصر، صورته شكلها إزاي. لأن للأسف طبعا هناك ناس تشوه الصورة، فأتمنى أن أنا أعيد الصورة الحقة للأستاذ أو الباحث المصري خارج مصر. دي نقطة. النقطة الثانية، فكرة ده أستاذي رحمة الله عليه دكتور براء عبد الرحمن، عندما دخلت الجامعة، لأن كنت يعني شبه ابنه الوفي، قال لي عدة نصائح. من أهم النصيحة قال لي: الأستاذ يصنع أستاذا. للأسف في مفهوم خاطئ أن أستاذ الجامعة يكبت طلابه، يقبت تلاميذ، يقبت أصدقائه، لا يريد أن يكون هو الأول، لا يريد أن ينافسه أحد. علمني أستاذي أن أقدم تلاميذي عني. وبالطبع عندما كتبت هذا الكتاب أنا مستعد أن أنا أكتب مجلد 10 مرات، ولكن سأترك، ماذا سأترك للآخرين؟ أنا وضعت، وأنا أين هذا في المقدمة، أنا وضعت لكم أشياء كانت مقبورة، كانت مجهولة، لا يعلم أحد. هذه هي موهبتي، إحنا بنتكامل. أنا موهبتي في أن أنا أستنطق كما قال الأستاذ، أستنطق الوثيقة. دي مهارة ربنا ادهاني. يعني اديني ورقة بأي لغة أنا مش فاهمها، يمكن من ملمسها أقدر أقول لك الورقة دي مهمة ولا لأ. يعني قدرة عندي أمسك الوثيقة وأقلبها بثقافتي، بمخزوني، بأشياء كثيرة، أجمع وأربط وأطلع لك الجديد. أكثر من ذلك مش مطلوب مني. على سبيل المثال، الكل يتخيل طبعا الثورة المهدية مكتوبة عنها وعندي مراجع ليها يمكن مش موجودة عندكم. تعمدت ألا أقترب من أي مصدر منها، ولا أقرأ عن المهدية حتى مقالة قبل أن أكتب هذا الكتاب، حتى لا أتأثر، ماليش علاقة. أنا في هذا الكتاب لن تجد مني رأيا يقول المهدية حلوة ولا وحشة، موقف مصر كان صح ولا غلط، السودان كانت محتلة ولا مفتوحة ولا لا، شيء ما يخصنيش. ده مش دوري، ده دوري السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. أنا دوري كأستاذ جامعة عندي وثيقة أظهرتها وبينت ما فيها، وتركتها بيور، تركتها كمصدر، تركتها شيء قماشة خام، مزقوا فيها ما يحلو لكم. من يريد أن يأخذ هذا ويعيد تحقيقه؟ صورة المهدي كانت سليمة ولا مشوهة؟ هذا لن تجد لي رأي، ولكن تجد لي مجهود. أنا أقدم لك الحقيقة مجردة. أنا أتعجب، هو ده مصري؟ ليه؟ أصبح هتكتب عن الثورة المهدية؟ يسألك سؤالين: أنت مصري ولا سوداني؟ معنى ذلك إن يعني في وجهتي نظر. شيل اسمي، حط دوت، ولا أي حد يقول لك ما نعرفش ده مين، ده مصري ولا سوداني ولا أفريقي ولا أوروبي ولا. أنا أكتب لك، لك الحق في حد شيء واحد، تسألني هل ما كتبته حقيقة أم لا؟ هل زورت فيه؟ لا. هل وجدت شيء مضاد اللي انا بقوله ده ولا لا؟ عندك راي اخر يكذبني او يؤيدني؟ اهلا وسهلا. اكثر من ذلك لا اكتب، هذا ملك لكم. انا عندما اكتب الكتاب اكتبه واتبرأ منه خلاص، الا بما فيه. ما يضاف الى ذلك ده دور الباحثين، تلاميذي الاخرين، المستقبل. وهذه كتبي بالمناسبه اسير فيها الجدل بهذه الصوره، لان انا اعطيك الشيء، وده من طبعي، من طبعي أكتب عما لم يكتب عنه من قبل، أو المجهول أو الغير معروف، وبالتالي فأكون أنا أول بصمة. كلمة أول بصمة فبدهولك لتستكمل المسيرة. آخر شيء أقوله بس شكر لثلاث شخصيات مهمة. الشخصية الأولى الأستاذة الدكتورة
هذا الهواري رئيسة قسم اللغة العربية في كلية آداب جامعة حلوان، قسم العظماء، لأننا منهم، معلش هو ده مش غرور، لأن طبعا هي دي النقطة الوحيدة، كيف لغة عربية ويعمل 30 كتاب في المسرح، وده اللغز اللي محدش قادر يفسره إلى الآن. الأستاذة الأخرى الأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام، عميدة الكلية، كلية الآداب جامعة حلوان. ليه؟ لأنهما حقيقة يوفران لي وقتا كبيرا، نقدر نقول انهم بيدعموني في سفرياتي الكثيرة، في بحوثي، يوفروا لي اشياء لانهم يجدوا انني صورة نوعا ما معقولة مشرفة للكلية خارج مصر. الثالث وده المهم هو الفنان الذي صمم الغلاف وصمم الكتاب من الداخل بجميع تصميماته هذه، هو الفنان محمد الكومي. هذا الرجل الذي لم يأخذ حقه، أتمنى أنني أعطيه حقه بهذه الكلمات، وأشكركم جميعاً.